السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. النسور. النسر هو أكبر طائر من الجوارح، منها ما يعتبر من نسور العالم القديم ومنها ما يعتبر من نسور العالم الجديد. يعيش في آسيا وأوروبا وأفريقيا، يتميز بأجنحته الطويلة التي تحركها عضلات قوية، مما يجعله قادرا على الطيران عاليا لمسافات طويلة. نظره حاد ومخالبه حادة كبيرة معقوفة، منقاره معقوف وحاد، يقتات بالجيف والفئران والأرانب والزواحف. يمكنه فتح جناحيه حتى 280 سنتي. يتغذى النسر على جيف الحيوانات فقط، يتلائم مبني جسمه لهذا الغرض جيدا. منقاره كبير وقوي وحاد، ويمكنه تمزيق الجيفة وفتح فتحة في جلدها ومن ثم تناول قطع اللحم منها. رقبته طويلة وخالية من الريش، مما يمكنه من الدخول إلى الجيفة عبر الفتحات التي فتحها في جلد الجيفة دون أن تطاله الأوساخ. أبرز أنواع النسور هو النسر الأسمر. مكانة النسور عند العرب. النسر هو من المخلوقات الوضيعة لدى العرب، لأنه يتصف بصفات شتى أهمها الجبن، فهو لا يقدم على فريسته ولا يحرك ساكنا حتى تخرج روحها، وهو من بين الطيور والجوارح مختص بالتعامل مع الجيف، في حين أن جوارح أخرى كالعقاب مثلا لا تأكل إلا من صيد مخالبها من الصيد الطازج الجديد، بينما النسر مرابط عند الجيفة التي ليس لها شعور. مكانة النسور عند الغرب. في التفكير الغربي والأمريكي على وجه الخصوص، نجد الطير المسمى إيجل يتصدر كثيرا من الشعارات، فهو يوجد على كثير من شعارات الحكومة الأمريكية وإداراتها المختلفة، ويظهر في كثير من قصص الأطفال كالنسر الذهبي مثلا، كما يستخدم في الأدب الأمريكي أيضا كرمز للحرية والانطلاق والعلو. ولما احتك العرب بالأمريكيتين ترجموا اسم هذا الطير بالنسر، وأخذوا معه استخدامه في الأدب والكتابة كرمز لصفات إيجابية، لكن حدث خطأ فادح هنا في الترجمة إلى العربية، إذ أن الطير المسمى بالإنجليزية إيجل ليس هو النسر إطلاقا، وإنما هو العقاب كما هي الترجمة الصحيحة له. أما النسر فهو الذي يطلق عليه بالإنجليزية فولير، وتصفه المعاجم الإنجليزية بما ينطبق على وصفه في العربية. مكانة النسور في العصر الحديث. لكن في العصر الحديث أصبح النسر رغم مكانته الوضيعة في مخيلة العرب، أصبحنا نراه يرد كرمز لصفات إيجابية كالشجاعة والصمود والأقدام والكرامة والعلو والسمو، صفات تشيد بالنسر وتخصه من بين الطيور بالفضل والتنويه، حتى فاق بالمديح على الصقر الذي هو من أجل الطيور وأعلاها مكانة. غذاء النسور. بما أن معظم طيران النسور هو انسيابي، فإنه يحتاج إلى هواء دافئ للطيران. في ساعات الصباح عندما يكون الهواء باردا، يقضي النسر عدة ساعات في العناية بريشه وتمشيطه تحضيرا ليوم القتال. بعد تسخن الهواء تخرج النسور من الجبال التي نامت فيها ليلا وتنتشر للبحث عن الغذاء. في رحلة البحث هذه بإمكان النسور الابتعاد عشرات الكيلومترات عن مساكنها. بما أن النسر لا يتغذى على الفريسة الحية، فهو لا يحتاج إلى مخالب حادة، وفعلا فإن مخالبه قصيرة مقارنة بطيور جارحة أخرى. الجناحان طويلان وواسعان وملائمان للطيران الإنسيابي لمسافات بعيدة. تجد النسور الجيفة بواسطة حاسة بصرها الدقيقة، فالنسر أثناء طيرانه يمكنه مشاهدة جيفة في حقل مفتوح عن بعد عدة كيلومترات. عندما يرى النسر جيفة فإنه يغوص إليها بسرعة كبيرة. النسور الأخرى التي ترى ما يفعل صديقها تفهم أن هناك غذاء وتطير هي أيضا إلى الجيفة. تأكل النسور التي تصل إلى الجيفة بأولوية ثابتة، الكبار أولا ثم الصغار أحيانا، وأحيانا تشب معارك بينهما فيما يتعلق بأولوية الأكل بين نسور من نفس السن ومتكافئين في القوة. بعد الأكل تنظف النسور نفسها من بقايا الطعام في أوقات متقاربة، وبسبب الأكل الكثير لا تتمكن النسور من الطيران، وعليها الانتظار حتى هضم الغذاء قبل أن تتمكن من الطيران ثانية. بسبب عدم وفرة الغذاء للنسر، فإن بإمكانه أكل كميات كبيرة جدا مرة واحدة، لأنه لا يضمن إيجاد طعامه في المرة القادمة.
التزاوج والتكاثر، النسر طائر اجتماعي، فهو يحتضن البيض ويعيش في مساكن في الجبال العالية، يصعب على المفترسات الوصول إليها. العلاقة بين الزوجين، لدى النسور تمتد طيلة الحياة، كما يبدو يبدأ الزوجان بالمغازلة في بداية الشتاء عندما تقوم النسور بتنشيط بعضها البعض، وتقوم أيضا بطيران استعراضي. أثناء هذا الطيران الانسيابي يتلامس جناحيهما. عش النسور عبارة عن جمع من الفروع القليلة والحشايا، تضع الأنثى بيضة واحدة فقط، ويشترك الزوجان في حضنها. يفقس الفرخ بعد 55 يوما من الحضن، تكون عيناه مفتوحتان أثناء الفقس ومغطى بريش ناعم أبيض. بعد أكثر من 10 أيام العناية الكاملة، يترك الفرخ العش ويبدأ حياته المستقلة. مخاطر الانقراض. انقرضت فئات كثيرة وكاملة من النسور. أدت أسباب كثيرة إلى انقراض النسور، أهمها قلة الجيف التي تتغذى عليها النسور بسبب تطور طب الحيوانات الأليفة. الصيد، استعمال مواد الإبادة، المواد التي تستعمل لإبادة الآفات الزراعية. سممت النسور التي أكلت الجيف المسممة. تكهرب بسبب لمس النسور للأسلاك الكهربائية. أنواع النسور: الكندور، والنسر الهندي، والنسر الهيمالايا، والنسر أبيض الظهر، والنسر الأمريكي، والنسر المصري، والنسر الرومي، والنسر أبو دقن، والنسر الأسمر. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.